الو، ايوه حبيبتي، احنا ما ينفعش نكمل مع بعض عشان اللي احنا بنعمله ده غلط وحرام. مين اللي قال لك كده؟ انا سالت الشيخ ومأكد لي انه حلال. اه مولانا، لا انت كذابه، انا قاعد مع الشيخ وهو قال لي حرام. سلام. الو، ايوه روح، عامله ايه؟ وانت كمان؟ والله لا، ده كنت بكلم واحد صاحبي. ايه هنخرج فين النهارده؟ بيقول لك في فيلم جديد نزل في الورقه دي لو قربتها من النار هتولع، ولو ورقت هيجي لها وقت وتلسعني وتقع على السجاده. ارجع على ما تخافيش يا ام، السجاده بخير. زي ما انت شفت كده، لو قربت النار من ورقه هتلسعك، وممكن تلسع السجاده وامك تلسعك برضه. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. انت بتصدق اي حاجه تتقالك؟ ياه ده انت طيب قوي. في ايام الجاهليه وقبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عندهم حاجه اسمها جواز المتعه. يعني كان الراجل والست بيتجوزوا شهر او شهرين على حسب اتفاقهم. انا طالب القرب منك شهر او شهرين، وتطلع محجوزة بقى، وكانت في اعارة. صدق اللي سماهم عصر الجاهلية. لكن من بعد غزوة خيبر ويوم الفتح وحجة الوداع حرم جواز المتعة. ما تنجز يا عم تقول انت عاوز، انت هتلففنا معاك. حاضر حاضر ما تزعقش. لو انت مسلم ركز في الجملة الجاية دي، اي علاقة بين ولد وبنت غير القرابة من الدرجة الاولى بتكون محرمة، وممكن توصل لدرجة الزنا. بس انا بحبها يا شيخ وهتجوزها. يا ميزو، ده مش حب، ده ممكن يكون اعجاب او تعلق. الحب ده حاجة احسن من كده بكتير. ما توسخوش سمعة الحب بقى بالقرف اللي انتوا بتعملوه ده. تعرف ايه عن الحب الحلال؟ تعالى اكلمك عن الحب الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ده وصف ربنا مش وصف البشر اللي بنسمعه في الأغاني. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 12 واحد. ما تشبهش نفسك بالنبي يا حبيبي. وبعدين اديك قلت اتجوز. طب ما النبي اتجوز السيدة عائشة رضي الله عنها وهي عندها 9 سنوات. برضو بتقارن نفسك بالنبي؟ ما ينفعش يا ميزو تقارن نفسك بالنبي، لان اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعملها كانت لخدمة الدين. انت بقى بتخدم الدين بايه عشان تشبه نفسك بالنبي؟ ده انت لو صليت فرضين في يوم واحد بتفكر نفسك ولي من اولياء الله الصالحين. لكن مع احترامي الشديد لبعض الشيعة، لان طبعا مش كلهم بيسبوا اصحاب النبي وزوجاته، بس الموضوع ده خط احمر يا جماعة ولازم افسره. هوضح لك حاجة ممكن تكون سمعتها قبل كده بس مطنشها، وممكن تسمعها مني الوقت وتطنشها برضو. انت حر. جوازات النبي صلى الله عليه وسلم كانت اختيار من ربنا لخدمة الدين. وعلى سبيل المثال السيدة عائشة، امي وامك وام المؤمنين، احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي عقد عليها وهي عمرها 7 سنوات وتزوجها وهي عمرها 9 سنوات. سمعك يا اللي بتقول لسه صغيرة على الجواز. لا ما هو انت لو ما كنتش بتهرب في حصص الدراسات كان زمانك عرفت تجاوب نفسك الوقت. افتح ايدك 3 عصيان. البيئة المناخية اللي هي الجو اللي احنا عايشين في ده بيأثر على النمو. عشان كده ممكن تلاقي واحد زي اليو ديانج اللي بيلعب في الاهلي ده لسه ما كملش ال 21 سنة باين، وبالرغم من كده بتلاقي بسم الله ما شاء الله حوت في الملعب. على فكرة يا جماعة، اليو ديانج ده مسلم ومش هيلعب الماتش الجاي في السوبر، بس حمدي فتحي قدها. اللي عاوز اقوله لك من الاخر، ان اللي بيتربى في مكان الحرارة فيه عالية بينمو اسرع من اللي بيتربى في مكان فيه برودة. وعاوز تعرف اكتر عن الموضوع ده اقرا وهتفهم. فكان عادي جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة عائشة وهي عمرها 9 سنوات. السؤال اللي المفروض تساله: ليه السيدة عائشة؟ السيدة عائشة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، لان النبي دخل بها وعمرها 9 سنوات، ومات صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وده اكيد اختيار رباني، يعني مفيش في اي غلطة. السيدة عائشة يا صاحبي لم تنجب، وطبعا ما اتجوزتش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعد النبي 48 سنة. 48 سنة نقلت فيهم 2210 حديث. انت متخيل ان ربع احكام الشريعة الاسلامية نقلت عن السيدة عائشة؟ ده زي ما قال الحاكم في المستدرك. يعني الهدف من جواز النبي صلى الله عليه وسلم لبعد كده، طبعا معروف ان اقرب حد من الراجل بتكون زوجته، وفي اسباب كتير تانية ان شاء الله هعمل لك عنها فيديو كامل. اشوف بقى واحد شيعي بيقول اي كلمة عن ام المؤمنين. هدقدقه. افتح لك يا شيعي. 9 عصيان. خلاصة الكلام يا اخوات عشان ما تزهقوش مني، بس لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له ائذن لي بالزنا، النبي قال له: اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لخالتك؟ فالراجل طبعا قال له: لا ما رضاش طبعا لامي ولا اختي ولا لخالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا الناس يرضوه لامهاتهم. يعني اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس. دي انت سمعتها اكتر من 100 مره وما حوقتش فيك. والله الشيطان بيضحك عليكم. هتضحكوا علينا اكتر من كده؟ لو بتحبوا بعض بجد ما تتشاركوش في المعصيه، كل واحد فيكم يركز في مستقبله وفي حياته، وقربوا من ربنا والله هيكفيكم. ولو في نصيب هتتجوزوا بعد كده بقى وفي الحلال، وياه على المتعه. انما شغل المسلسلات التركي والوهم اللي الممثلين بيعيشونا فيه ده ما ينفعش. والله تمثيله بياخدوا عليه فلوس. هما بياخدوا فلوس وانت قاعده ماسكه المنديل.
طبوا بعض. مشاعرك دي خلاها جواك، ما ينفعش تطلع غير للانسان اللي يستحقها فعلا، مش اي حد يقول لك كلمتين تتعلقي بيه وتدي له حاجه مش حقه. ولو ابوك راضي او اخوك راضي انك يكون لك علاقه مع اي حد بقى، سواء ابن خالتك او ابن عمتك، فربنا مش راضي ولا انا راضي، عشان انت لحد دلوقتي لسه ما عملتش لايك. طب ايه الحل ده؟ انا بحبها جدا وكل لما اسمع صوتها بضعف. الحل انا قلت لك في اول الفيديو، فاكر الورقه اللي كنا بنولعها وبتلسعنا؟ انت كنت مفكرني بلعب صح؟ ما كنتش اتوقع منك سوء الظن ده. لا لا يا ميزو لا، يعني ابعد عن اي شبهه يا صاحبي. بلاش تاخد رقم صاحبتك في الكليه علشان تبعت لك المحاضره، ما في معاك اصحاب ولاد بياخدوا نفس المحاضره بس انت اللي حكاها، والبنت تبقى عندها 13 سنه وتبعت للواد على الواتس هو الاستاذ ادانا واجب ايه في الحساب. طب ما تسال صاحبتك، ولا انت بتتلككي انت كمان؟ افتحي ايدك كبير 29 عصايه يا جماعه، كل واحد يخلف نوع، الولاد مع الولاد والبنات مع البنات، مع انه والله بقى صعب الوقت تفرق بينهم. ده في شويه عيال الوقت لو كانوا عايشين على زمن الجاهليه كان ابو لهب دفنهم بالغلط. بس الحد ده نكون خلصنا، وانا كمان خلصت. يلا بقى اعمل لايك واشتراك زي الشاطر كده، واستنى الفيديو الجاي. ولو في خروجه حلوه كده او ماتش كوره ابعتلي على الانستا، بس ما يكونش في بنات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.